هسألك بقى، لو حد سريعا طبعا، لو حد عنده إصابة ممكن يعمل التمارين دي بطريقة أسهل شوية، أو إن هو يحافظ على الإصابة بتاعته؟ حسب بقى، حسب نوع الاصابه اللي عنده. تمام. يعني لو عنده اصابه في ركبته فبيفضل ان احنا ما نقعدوش على ركبته، لان هي عنده اصابه فيها، فننيمه على ظهره ويعمل التمارين او الاكسرسايز دي بدون ما ياذي ركبته. تمام. طب ما حد يضغطش عليها. بالظبط طبعا. طب لا عذرا يعني، لو حد عنده اصابه في ظهره نفس الحكايه، ما تضغطش عليه خالص، يعني ما نفردلوش ركبته واطلعه السايت اب كامل او سيت اب كامل اللي هي بطن كامله، ده هيأذي له ظهره. طبعا. يبقى انا لازم احافظ عليه. طب الصح ان انا العبه ايه؟ ان انا العبه تمرينات كومباوند او التمرينات اللي هي المركبه زي اللي احنا عملناها في مجمعة. الاول، مجمعه، ايوه. او التمرينات بتاعتنا اللي هي بتاعت الفاكيوم، اللي انا باخد نفسي واعمل سكيوز لعضلاتي قوي واقفل عليها جامد، فده بيشغل الديب ماسلز او العضلات العميقه، فده بيساعده ان هو يعمل ريهابيليتيشن او تاهيل. بس اخيرا بقى، نصيحتك لكل الستات والبنات اللي بيشوفونا، الحفاظ على وزن مثالي، صحة جيدة كمان، لانه انا ممكن اقعد بقى يعني مع كل الكلام اللي بنقوله ده، والله يا دكتور تلاقي البنت تنسى كل حاجة، بس انا عايزة اوصل لوزن معين او رفع معين، كويس. فازاي اوصل لوزن مثالي بصحة كويسة؟ يعني خلاصة الكلام، حاضر. اولا لازم ابعد شويتين عن الدقيق الابيض، السكر، الحاجات اللي هي الزيوت المهدرجه او الدهون اللي هي المشبعه اللي هي الجامده قوي دي. أيوة. فيفضل دول اكتر ثلاث حاجات ممكن تاذي جسمي، صح، وتبوظ الهرمونات بتاعت جسمي. صح. كويس. الفتره بتاعت البيريود لازم اهتم بالحديد، لازم اهتم بفيتامين د. البنات اللي بتقوم انا حاسه ان انا كسلانه، عظمي كله بيوجعني، صح، مش عايزه اروح الشغل، مش قادره، فكل ده احيانا بيبقى بسبب غالبا نقص فيتامين د، فلازم اعمل تحليل واشوفه. النقطه الثانيه ان انا لازم اكل اكل هيلسي، مش بقول لحضرتك احرمي نفسك، ولكن بقول لك كلي اكل هيلسي، اكل صحي. يعني انا مثلا في عميله مثلا تيجي معايا تقول لي يا دكتور انا بحب المحشي والعكاوي، كلي بس بشكل منطقي، مش اوكي. انها كل يوم باكل محشي وعكاوي، اكيد ده مش منطقي. تمام. بس صح. فدي حاجه وكل مهمه. المحشي عادي، مش لازم تغرقيه سمنه، ايوه عشان بالظبط انا كده. بشوف، انا والله العظيم كنت بشوف ناس حواليا بتعمله كده في طاسه وتحط فيه سمنه كتير جدا رز جدا، معمر، تحس ده ان هو مش رز اصلا، لا مش ممكن، شوربه. لبن وسمنه ايوه، انا بالظبط تحس كده. شوربه فعلا، بالظبط. شوربه الرز. ايوه لا بالظبط بيبقى كده. غريب جدا جدا. بالظبط ففعلا كده. لو كلنا كل حاجه بالمعقول اكيد صحتنا تبقى كويسه، ومش هنحس ان احنا محرومين من حاجه. دكتور محمد، حقيقي بشكرك الله جدا على يحفظك. وجودك ليا معايا، شرف. دايما لما بتكون معانا بتفيدنا ليا شرف. وبتخلينا نحافظ على صحتنا اكتر، شكرا. بتسهل علينا فكره ان انا اقوم واعمل رياضه، الموضوع مش سهلة تقيل خالص. ولا صعب ولا حاجه. سهلة خالص. فبجد بشكرك جدا شكرا جدا على وجودك لحضرتك. معايا، شكرا. اتشرفت بيك قوي. شكرا. شكرا جدا. كان ضيفي في الفقره دي دكتور محمد الطويل، استاذ التدريب والتاهيل الرياضي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل بكره في حلقه جديده من حلقات انتي، وعندنا دايما يكون الساعه 5. استنونا بكره. سلام.